بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الرائحة النتنة للإرهاب السعودي أخذت تزكم منوف الداني والقاصي، ولم يعد إمكان حتى أسيال طغمة آل سعود حصرها والحيلولة دون انتشار رائحتها العفنة. فقد علت أخيرا صيحات ذوي ضحايا تفجيري سبتمبر 2011 في نيويورك وغيرهم من الأمريكان المطالبين بالكشف عن تلك الصفحات 28 من ملف التحقيق في هذه القضية التي ترتبط بدور النظام السعودي الدموي في دعم جماعة القاعدة الإرهابية التي تبنت مسؤولية هذين التفجيرين. والآن الرئيس الأمريكي الذي يحط رحاله في هذه الأيام في أقبية قصور آل سعود لم يرق له أن يرى على وجوه أذنابه من آل سعود تجاعيد الإحباط والإنهزامية، ولم يسمع منهم شيئا من الأرض. فقد أعلن أنه سيمارس حقه في عدم السماح بالكشف عن هذه الفضيحة السعودية حاليا، بيد أنه على الرغم من ذلك فإن هذه التطورات جاءت لتؤكد حقيقة إرهاب آل سعود وواقعه، وضرورة تصنيفه على الصعيد الإقليمي والدولي نظاما إرهابيا، حيث أن جرائمه الإرهابية لم تعد تهدد دول المنطقة فحسب، بل تعدتها إلى السلم والأمن العالميين. أمام كل هذا، وحتى نعمل على قطع دابر الإرهاب السعودي، فلنستمر معا يا أبناء شعبنا الأبي ويا أحرار العالم في إدامة زخم الحملة الإعلامية لتصنيف النظام السعودي نظاما إرهابيا، كما أننا في المقابل نؤكد الثبات الشعبي وإصرار شباب الثوار الأعزاء على مواصلة درب الثورة وضرب تهديدات الجيش الخليفي بعرض الحائط. وهنا ننوه إلى ضرورة الانتباه والوعي لعدم السماح باندثار أي قضية تمس الحرمات والكرمات، حيث يعمل العدو الخليفي على تضخيم الحديث الإعلامي عن تهديدات جيشه ليشغل الرأي العام عن جرائمه البشعة التي تمس الشرف والأعراض، في حين لا بد أن تبقى هذه القضية مشتعلة في قلوبنا، وأن نعمل على سحق كل معتد أثيم. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، السبت 23 إبريل نيسان 2016، البحرين المحتلة.